مساء الخير. اليوم بندرس الدي في تي، الخثار الوريدي العميق. ان شاء الله بعد هذا الشرح اي واحد يجي سؤال دي في تي او بالمنري امبوليزم يعرف يحله بسرعة، ولو ما عرف يحله هطلع اركض وراكم بهذا الشكل. يلا نبدأ. يلا نبدأ. الدي في تي اللي هي ديب فينس ثرومبو امبوليزم، لما ترجمتها بالعربي اسمها خثار وريدي عميق. اوكي نبدأ. اول اشي الدي في تي بتصير في اللور ليمب. اوكي، فاللور ليمب هي فيها one way valve اللي هي الصمامات اللي بتكون باتجاه واحد فقط، فهذا النورمال انه الدم يطلع ويمشي لفوق. اوكي استنى نجيب قلم. فالطبيعي انه الدم ماشي وطالع لفوق، اوكي one way ما بيرجع على جوا. هنا أنا بدأت تتكون جلطة، اوكي clot، خثار بدأ يتكون. فهنا أنا جزء من الخثار اللي يتكون بديسلوج ويؤدي الى مضاعفات ثانية ان شاء الله ندرسها في المحاضرة الجاية، اللي واحدة من عندهم هي البالمونري امبوليزم. اوكي، فهذا النورمال بلد فلو بيشيك وبيطلع، هنا أنا حصل دي في تي. اوكي، في له ساينز وسيمتومز وفي له كتير علامات مهمة، بس في الأول في معلومة مهمة احنا لازم نعرفها. هل أي إنسان قاعد الآن وساكت ممكن تجيه الثرومبو امبوليزم؟ أكيد لا. في زي ريسك فاكتور، الريسك فاكتور اللي تزود حدوث الثرومبو امبوليزم، الخثار الوريدي العميق، معمولة بثلاث شغلات. الستيزز يعني متصنفة لثلاثة كاتيجوريز، اوكي، واول واحد هي الستيزز اللي هي ركود الدم، تروما، وهايبر كواجلبل انه في زيادة القابلية للتجلط. اوكي، يعني مثلا الان لو انا الان قاعدة بشرح، بسم الله علي وعلى زهرة شبابي، هل ممكن انا الان وانا قاعدة وساكتة ممكن يحصل عندي دي في تي؟ ولا في ريسك فاكتور ممكن تخليني انا عرضة اكثر للدي في تي؟ الحلو بموضوع انه احنا لما نقعد ندرس موضوع انه احنا نطبقه على حياتنا. يعني الان احنا لما ندرس دي في تي ما بندرسها عشان نعرف نجاوب او نحل اسئلة الورلد او ننجح في امتحان المعادلة، لا، الفكرة انه احنا نعرف نطبقها على حياتنا مع الناس اللي حوالينا. فدايما لما تطبقوا الموضوع على نفسكم ما بتنسوه. اوكي، ففي اشي اسمه فيركاوز تراياد اللي هو الثلاثية هاي تبعت فيركاو، اللي هي ستيزز وهايبر كواجلبل وتروما، هذول كلهم بيزودوا نسبة حدوث الدي في تي. تمام، كل ما هذول بيزودوا نسبة حدوث الدي في تي. اول واحد احنا ندرسه هو الفينس ستيزز اللي هو هذا اهم واحد واكثر واحد شيوعا. اوكي، اللونج فلايتس اللي مثلا بيسافروا من امريكا لاستراليا او من معرف وين المعرف وين، يعني هو بالهيستوري تبعت الكيس هيقول لك انه هو لسه راجع من رحله، والرحله طولت 15 17 ساعه ما بعرف شو، المهم رحله طويله، فهو طول الوقت قاعد. تمام، بعد العمليه بوست اوبراتيف، الناس اللي بيعملوا عمليه فبيقعدوا فتره طويله بوست اوبراتيف قاعدين بالبيد، فهذا كله بيعمل ستيزز. تمام، ركود في الدم، الناس المشلوله الباراليسيس، والناس اللي عندهم باريسيس، والناس اللي حاطين جبيره البلاستر كاست. اوكي، والكبار في العمر والاوبيسيتي والاموبيليتي، الناس اللي ما بيتحركوا. اوكي، والناس اللي عندهم incompetent venous valves in lower extremity. احنا حكينا اهم معلومه هنا انه في فالف بيخلي الدم يطلع ما ينزل، اللي عندهم incompetent valve بيقعد يجمع 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 وممكن يؤدي الى الدي في تي. هاي اول معلومة احنا عرفناها اللي هي الستيزز، اوكي، ركود الدم. ثاني معلومة اللي هي الاندوثيليال دامج، يعني الوول تبعت الفيسل خرب،
كيف يخرب الوول تبع الفسل. الناس اللي حاطين ميديكال ديفايس او امبلانت او لسه عاملين عملية وغير هاي اول هاي ثاني واحد اللي هي التروما. اوكي المعلومة الثانية هم الناس اللي عندهم هايبر كواجلابل ستيت اللي هو عندهم زيادة نسبة عالية في التجلط. اوكي في عنا البرايمري هيموستيزيس والسكندري هيموستيزيس. البرايمري هيموستيزيس هاي احنا ممكن نشرحه بالتفصيل بعدين في الهيماتولوجي ان شاء الله. الناس اللي عندهم ثرومبوسايتوزيس اللي هو البليتلت عندهم تكون عالية. اوكي السكندري هيموستيزيس اللي هو الاشهر والاكثر الموست كومن يعني فاكتور 5 فاكتور 5 لادن اللي هو هيريديتري مرض وراثي هذا في نقص بالفاكتور 5 تمام. وعندنا ديفيشنسي انا هون اثنين ديفيشنسي اوكي ديفيشنسي بروتين سي واس وديفيشنسي نحطهم نفس اللون ديفيشنسي بروتين سي واس وديفيشنسي بالانتي ثرومبين 3 تمام. وفي معلومة كثير مهمة انه الناس اللي عندهم نفروتيك سندروم ليش بتزيد عندهم نسبة حدوث التجلط. يعني واحد عنده نفروتيك سندروم هو بيوقع بروتين ليش بتزيد عنده نسبة التجلط. نعرف انه النفروتيك بينزل بروتين من البروتينات اللي بينزلها بينزل الانتي ثرومبين باليورين. الانتي ثرومبين لما بينزل بتصير عنده هايبر كواجلابيلتي وممكن يؤدي الى ديفيتي وبالمونري امبوليزم. في معلومه اللي بعدها البنات اللي بياخذوا اورال كونتراسبتيف بيلز اللي هي الحبوب منع الحمل وخاصه لو هي بتدخن يعني تدخين مع حبوب منع الحمل بتكون في نسبه عاليه جدا للتجلط. اوكي الحوامل طبعا بريجننسي اللوبس انتي كواجيلنت والبنكرياتيك. في هنا صورة حلوة لو هاي انتم بتشوفوها تكتبوا على النت migratory thrombophlebitis. انا ما بحب احط صور راس وصور يعني ما بحب احطهم فانتم اكتبوا على النت migratory thrombophlebitis وهتشوفوها. اوكي طبعا هون الاسم اللي هاي اسمها trozay sign of malignancy. احنا عنا اثنين trozay sign لو بتذكروهم اللي هي الموجودة في التتني لما احنا نحط الكالف تبعت تبعت قياس ضغط الدم ونرفعه فهو على طول هيحصل عنده كاربوبيدال سبازم. اوكي فهم الاثنين اسمه trozay sign. وبشكل عام اي كانسر هو بيعمل زياده في التجلط. وفي مرض اسمه هوموسيستينيميا ففي اكسس هوموسيستين بيعمل دامج للوول اوف ذا فيسل بيزود التجلط. كل هاي الشغلات بتزود التجلط. اوكي فاحنا الان لما نعرف فإحنا الآن لما نكون عارفين الريسك فاكتور ويجيني أنا سؤال يجيني أنا الآن سؤال مثلا هون يجيني أنا الآن سؤال واحد عنده unilateral leg pain وفي swelling أنا ليش أقول إنه عنده DVT؟ شو اللي خلاني أقول إنه هذا فلان الفلاني عنده DVT؟ على أي أساس؟ أي واحد يجيني عنده unilateral leg pain وswelling أقول خلاص هذا DVT؟ لا بيكون في ريسك فاكتور. ريسك فاكتور اللي احنا لسه شارحيهم تبعت البركاوز تريات بيكون واحد من عندهم مش شرط كلهم موجودين واحد من عندهم مذكور بالكيس يا بيكون ذاكر انه لسه عامل عمليه بوست اوبراتيف يا بيكون حاكي انه مشلول يا حاطط جبيره يا لسه راجع من رحله اسم الله عليه ولسه صارت عنده الجلطه. اوكي او هو ما بيتحرك تمام او عنده واحد من هاي الامراض نفروتيك سندروم واحدة بتاخذ حبوب منع حمل وبتدخن حامل في كانسر. المهم هو هيعطيني واحد من هاي الريسك فاكتور في الكيس فانا يخليني افكر بدي في تي. ولا احنا مش هنحذر انه عنده دي في تي يعني احنا ما بنستنبط في الامتحان. فبيجيني واحد عنده يونيلاترال ليك بين وسولينج على اي اساس انا اقول الدي في تي ولا بكيفي انا لا مش بكيفي تكون عنده ريسك فاكتور من الوركاوت ريت. شو السيمتومز اللي يجي فيها البيشنت اللي عنده دي في تي؟ احنا قلنا سوالينج وبالعادة دايما يكون يونيلاترال مش منطقتين. السكن المنطقة اللي حصل فيها كلوت بتكون وارم سكن ومؤلمة painful area تمام. لو تشوفون صور شوفوا صور هو بيكون دايما حاطط النورمال ليج وجنبها الرجل اللي فيها دي في تي فانتوا هتشوفوا على طول الفرق يعني المنظر واضح كثير.
تكون المنطقة الرجل اللي حصل فيها دي في تي بتكون لونها أحمر أو مغمقة حوالين المنطقة المؤلمة. وفي swollen vein، الفين المفروض الطبيعي اللي يمشي فيه الدم هو انقفل، فأنا لما أقفل الطريق هون، افرض إنه أنا قفلته هون، فالطريق اللي تحته بيكون swollen، منتفخ الوريد، الدم مش ماشي، الجلطة قفلت الطريق هون، يعني هذا الطريق انقفل، أنا خلاص قفلت هذا الطريق، هذا الشريان هنا، سوري الوريد، الوريد هنا أنا قفلته أنا، فشو بيصير باللي تحته؟ بينفخ وبيكبر، الدم مش ماشي، الدم المفروض يطلع لفوق هو مش ماشي، فعشان هيك بنقول في swollen vein that are hard or sore when you touch them، تمام؟ وفي عنده ألم. اوكي، كل هاي المنظر الأعراض اللي والساينز والسيمتومز اللي يجي فيها المريض. في معلومة كثير مهمة وساينز جدا مهمة، مش ساينز اللي هي الهومن ساين. شو هي الهومن ساين؟ بنقعد البيشنت هيك وبنعمل دورسي فليكشن، بنعمل دورسي فليكشن للرجل من هون للفوت. طبعا لما ترجمت دورسي فليكشن طلع اسمها عطف ظهري، يعني ما بعرف انا ترجمتها دورسي فليكشن معناها عطف ظهري للي دارسين الطب العربي، اسمه دورسي فليكشن، يعني الرجل هي هنا انا رجعتها لورا. اوكي، رجعت الرجل لورا، طبعا هي جدا مؤلمة، اول ما اعمل هاي حركة تكون جدا مؤلمة، في هومن ساين تكون بوزيتيف هنا، تمام، لما اعملها عشان هو بتكون عنده جلطة. اوكي، اول خطوة انا اعملها، اجاني بيشنت عنده هاي السيمتومز وعنده هاي الساينز وعنده الفيركاوز تراد، شو اعمل انا؟ شو الخطوة اللي اعملها؟ بنعمل دوبلر، تمام، بنشخصه بدوبلر، هاي الصورة تبعت الدوبلر. اوكي، شايفين الخط الابيض؟ شايفين هذا الخط الابيض؟ انا عاملة تحت الخط الابيض. اوكي، هو الخط الابيض فوق، انا ما عم برسم عليه، انا عم برسم تحت الخط الابيض، هذا هو الوول تبعت الوريد، شايفين هذا الخط الابيض، هذا الوول تبعت الوريد، هذا الاحمر هو الدم الماشي، الاحمر هو الدم الماشي، تمام، الدم غير طريقه، بدل ما هو يكمل هيك لا راح طلع فوق، لما يطلع الدم فوق معناها انه انا في عندي هنا أنا طريق مسدود، هذا اللي انا هعمل الان عليه بالهايلايت، هذا هو الطريق المسدود وهي هي الجلطة. اوكي، يعني هسه هاي في كلوت، تمام، احنا بنعمل دوبلر التراساوند، دوبلر التراساوند بيشوفنا هاي، بنصحكم تشوفوا فيديو للدوبلر التراساوند، انا لسه قبل شوي شفت فيديو جدا جميل، يبدا من هون يبدا يتبع الوريد من فوق الفينز، بيبدا يتبعهم وهو ماشي بيضغط على الوريد، الطبيعي لما اضغط على الوريد بيقفل لو الوريد سليم وما في جلطة، لما اوصل على مكان في جلطة لما يجي هون هو يضغط مش هينقفل الوريد مش هيحصل له كومبريشن، تمام، فمعناها هون في جلطة، فهو بيمشي، هو بيمشي كل هاي وبيصور، يمشي وبيصور كل هاي، بنصحكم انه تشوفوا فيديو كان كثير حلو الفيديو الصراحة، بيمشي ويصور بعدين بيروح يصور بالالوان بيشوف انه مجرى الدم هنا يعني ابتعد عن الطريق تبعه وراح طلع لفوق، فمعناها بنفهم انه هون في جلطة، هاي هي. اوكي، هاي هي الجلطة، الكلوت صارت، تمام، فالدوبلر اللي هو اسمه تخطيط الصدى الملون بموجات دوبلر فوق السمعية او هيك شيء، تمام، الالتراساوند detected changes and determine whether blood within a vein is flowing normally، احنا بنشوف الدم ماشي طبيعي ولا لا، طبعا هنا هو مش ماشي طبيعي، هو هون هو الدم راح طلع فوق والمفروض يكمل مستمر، تمام، absence of blood flow confirms diagnosis of DVT. اوكي، الان بعد ما شرحنا شو هي DVT، شو شكلها، شو كيف بتصير، شو الأعراض signs والsymptoms اللي بتصير، كيف ممكن يجينا البيشنت، وعرفنا شو يعني الهومن ساين، وشفنا الشكل في الدوبلر، وعرفنا هاي المعلومة المهمة اللي هو ليش البيشنت اللي عندهم نيفروتيك سيندروم تجيهم more susceptible انه تكون عندهم DVT، ليش؟ عشان هم بيفقدوا الانتيثرومبين 3، تمام، فبيصيروا في حالة hypercoagulable انهم عندهم قابلية اكثر للتجلط، وشرحنا الفيركاوز تراد،
شرحناهم. هون شرحنا نشرح الآن اللوكيشن of venous thrombosis، وين مكان الثرومبوزز، وين الموست كومن بيصير. اوكي، الموست كومن هو الديب فينز اوف ذا لور لمب. اوكي، نبدا من الكاف اللي هو الانتيريور والبوستيرير او بيرينيال فينز الموجوده بالكاف، وعندنا البوبليتيال فين والفيمورال فين، هذول هم الفار موست كومن. وبعدين ممكن البلفيك بين الفين، البورتال فين او الهيباتيك فين. طبعا احنا عارفين لو في ثرومبوزس حصل بالهيباتيك فين هي بتكون هي البط كياري سيندروم، كمان ممكن تيجي مع البوليسايثيميا فيرا والباروكسيسمال نوكتورنال هيموغلوبينوريا. هذول ان شاء الله هنشرحهم كل واحد في محاضره، كثير حلوين وظريفين. الان بعد ما فهمنا كل هاي المعلومات يجي الان السؤال، هل اي واحد يجيني انا على طول ابدا اعالج وابدا يعني على اي اساس انا امشي؟ فهم يعني ما كان في اساس. الان هم عملوا زي الاساس وعطوا زي سكورينج سيستم اللي هو الويلز كرايتيريا، انه نعطيك درجه، الدرجه تبعتك هي اللي بتحدد لنا لو انت لو probability يعني احتماليه قليله انه انت يكون عندك خثار او تجلط دي في تي، او انت هاي probability انه انت يكون عندك دي في تي لو ولا هاي. وعلى هذا الاساس انا اروح اعمل التشخيصات، وعلى هذا الاساس انا اروح اعالج على حسب هو لو probability ولا هاي probability. كيف انا قسمتهم هاي ولو؟ في عندي scoring system، نظام احط فيه الدرجات. اوكي، الدرجات هو النظام اسمه ويلز كرايتيريا، كل واحد فيهم هياخد درجة، كل واحد فيهم هياخد واحد. طبعا الواحد تبعي معرض. المهم يعني كل واحد هياخد واحد. اوكي، بس هم شوف الاول عشان احنا نشوف لو طلع صفر يعني ما اخذ واحد على اي من هاي الشغلات اللي احنا لسه نشوفها. هذا low probability، ويعني most probably انه هو ده مش DBT، الحالة مش DBT. اوكي، من واحد اثنين مودريت، ومن اكثر او يساوي ثلاثة هاي هاي probability انه هذا الشخص عنده DBT. شو هي الشغلات، شو هي الشغلات اللي انا لما اشوفها اقول هذا اعطيه درجة ولا لا؟ لو هو الان عنده كانسر، الان حاليا هو عنده كانسر يعني عم بياخذ علاج من الكانسر، الان هو الان بيستلم علاج من الكانسر او من 6 أشهر، تمام، او within يعني خلال هذه المده من 6 أشهر كان عنده كانسر وكان يستلم يتلقى العلاج. اوكي، لو هو كان عنده باراليسيس، طبعا لو تاخذوا بالكم هي معظم نفس الشغلات اللي احنا كنا لسه حاكينها في البركاوز ترياد هذولي، بس احنا الان اعطيناها درجه، باراليسيس والباريسيس والبلاستر كاست وغيره هي نفسيتها يعني، تمام. فكل واحد من عندهم نعطيه درجه، تمام، باراليسيس والبيد ريست والاموبلايزيشن هاي كلها نعطيه درجه واحده، مش ندي درجه على الباراليسيس ودرجه على الاموبلايزيشن، لا كل هذول بياخذ درجه، تمام. ريسنتلي بيد ريدن لمده اكثر من 3 أيام، يعني مش اي واحد يروح ينام يوم نقول له اه انت اخذت درجه، لا احنا ممكن بعد الامتحانات ننام اسبوع. بس مش هيكون عندنا الدي في تي. الفكره انه ريسنتلي بيد ريدن اكثر من 3 أيام، اوكي، within the previous 12 week، وهو كان يعني عامل جنرال او ريجنال انستيزيا يعني داخل عمليه ومسوي تخدير. اوكي، لو انا اجاني البيشنت وعنده localized tenderness، localized tenderness على distribution of the vein اللي هو هاي، لو انتم فاكرين هون هذا distribution of the vein هذا، وانا بمسك في عنده localized tenderness يعني وانا بعمل palpation وانا بفحص البيشنت في عنده هنا tenderness المقدوس على اماكن الفين، لو عنده هذا الاشي انا شو بعطي درجة، ياخذ 1 score localized tenderness distribution of the deep venous system. الرجل كلها منفوخة، انا قلت لكم شوفوا صورة، شوفوا الصورة للدي في تي، اكتبوا دي في تي وبس هتشوفوا الصورة وتعرفوها، تمام. الكاف سوالينج اللي هي من تحت 3 سنتيمتر larger than that on، يعني انت هو بتشوفوا رجلي. اوكي، رجل هيكون فيها دي في تي هتكون منفوخة،
انتفخه swelling وات ليست 3 سنتيمتر اكبر من الرجل السليمه. اوكي بنقيسها 10 سنتيمتر below tibial tuberosity. عنده إديمة. طبعا كله هذا احنا بنحكي عن السيمتوماتيك ليجيا، انا ما اروح للرجل السليمه واروح اشوفها منفوخه ولا اشوفها كبرانه، لا لا لا، ما خصنا بالرجل السليمه تمام. وهو في معلومه اللي هي الان احنا هنشرحها، الكولاترال سوبرفيشال فينز. كولاترالز اللي هي شو؟ كولاترالز يعني انا الان جيت قفلت الفين الرئيسي، الكولاترالز هم هذول الاورده اللي جنبه. اوكي فهون شو بتقول؟ كولاترال سوبرفيشال فينز كبروا ظهروا، هاي كله بعطيه درجة تمام. previously documented DVT يعني أنا عندي في ال history تبعت ال patient إنه هو كان عنده DVT، أنا عندي history. كل اللي فوق، كل اللي إحنا حكيناه فوق إنه هو عنده سرطان بيستلم العلاج خلال 6 شهور، بقاله 3 أيام bedridden، لسه عمل عملية، مشلول، عنده حاطط كاست اللي هو جبيره، ما بيتحرك، في سويلينج وفي كالف سويلينج، وعنده اديما، وفي كولاترال سوبرفيشال فينز، وانا عندي هيستوري دوكيومنتد ان هو عنده هيستوري يعني الماضي تبعه مش مشرف، عنده دي في تي. فخلاص كل اللي عدى لفوق انا كل واحده فيهم اعطيه درجه تمام. نيجي نحسب احنا في الامتحان، هاي اوكي هاي عنده كانسر اعطيته 1، لسه عامل عملية اعطيته 1، هيك صار 2، انا جيت لقيت localized tenderness على الفين اعطيته 1 صاروا 3، جيت انا لقيت في إديمة اعطيته كم؟ 1 صاروا 4، هو عنده history of DVT صار 5. فاجي اشوف هو low ولا high probability؟ 5 معنى high probability. اوكي على هذا الاساس وهي هاي الفكرة. اخر نقطة، لو في انا عندي تشخيص بديل، لو انا عندي تشخيص بديل ان هو ما عنده دي في تي والتشخيص البديل الثاني هو اقرب للصواب، اعطيه ماينس 2 يعني كل اللي انا جمعتهم ونقصهم 2. اوكي الان نروح على اخر معلومه، قلنا اول ما يجي البيشنت بهاي الاعراض لو انا تسالت على الدايجنوسيس الاحسن الفيري سنسيتيف والموست سبيسيفيك هو مين؟ الدوبلر. صورة الدوبلر احنا لسه شايفين هذا شكل الدوبلر. اوكي بنصحكم تشوفوا فيديو، الفيديو كثير لطيف، وتشوفوا اكتبوا هيك الدي في تي دوبلر على جوجل بيطلع لكم، تطلع لكم الصورة اللي انا اختارتها. المهم فاحنا قلنا الدوبلر هو احسن واحد. اوكي في مرات احنا بنعمل الدي دايمر، الدي دايمر سنسيتيف بس هي مش سبيسيفيك، الدي دايمر سنسيتيف بس مش سبيسيفيك. يعني شو سنسيتيف بس مش سبيسيفيك؟ سبيسيفيك معناها، معنى كلمة سبيسيفيك لما انا اقول سبيسيفيك انه دي دايمر ترتفع فقط مع الدي في تي، وهي معلومة خطأ تمام، لان هي ترتفع في حالات تانية. اوكي ترتفع وين؟ اللي هي هاي هنا الدي في تي، الدي دايمر ترتفع also elevated بالانفكشن والمالجنسي والبريجننسي وبوست اوبراتيفلي. عشان هيك انا بقول انه هي مش سبيسيفيك، هي اوكي حساسه يعني هي سنسيتيف، لها حساسيه لو ارتفعت مثلا الان هنشوف هي النورمال تبعها اقل من 500 اوكي، ولو اقل 250 اقول خلاص يعني ما في فرصه انه هذا دي في تي، لو اكثر من 250 في احتماليه انه لا، في احتماليه انه هو عنده دي في تي. اوكي الدي دايمر فهمنا احنا معلومة ان هي حساسة بس مش سبيسيفيك، احنا لما نقول على اختبار سبيسيفيك معناها بيرتفع فقط مع هذا المرض، اما الدي دايمر لا، بترتفع قلنا مع الانفكشنز والمالجنسي والبريجنسي والبوست اوبراتيف. اوكي هنا أنا معلومة بيقول النيجاتيف ريزولت، يعني الدي دايمر لو طلعت عندي نيجاتيف، لو الدي دايمر طلعت نيجاتيف وانا عندي low probability، low probability انا من وين جبت low probability؟ من هاي، من الويلز كرايتيريا، low probability صفر، كل هاي اخذ فيها صفر يعني ما عنده اي شغلة من هاي تمام، هذا اسمه low probability. فانا لو عندي دي دايمر نيجاتيف وانا عندي low probability هذا sufficient to exclude DVT، يعني انا الان بكل ثقة بقول لا خلاص هذا المريض ما عنده DVT، عنده مرض ثاني مش DVT تمام.
امتى اقول انه هو ما عنده دي في تي اكسكلودد او خلاص ما عنده دي في تي؟ لما اكون انا عندي لو probability ودي دايما نيجاتيف، تمام؟ طيب لو الدي دايما مرتفعه والمريض انترميديت او هاي probability، نروح على طول نعمل له التراساوند، دوبلر التراساوند. اوكي، مفهومه هاي المعلومه؟ واضحه؟ نيجاتيف دي دايمر probability قليله، خلاص هذا البيشنت يا عمي انت ما عندك دي في تي، باي باي، روح ما عندك دي في تي، احنا ممكن نشوف لك مره ثانيه او نكمل فحوصات نشوف شو عندك، بس انت ما عندك دي في تي. طيب لو الدي دايمر طلعت مرتفعه، دي دايمر مرتفعه وهو هاي تو انترميديت اللي هو على حسب الويلز، هاي تو انترميديت probability يعني 3 أو 2، انا اروح اعمل له دوبلر. اوكي، لو انا شكيت انه هيدخل البالمونري امبوليزم اعمل له سبايرال سيتي سكان. ان شاء الله هنشرح البالمونري امبوليزم بالتفصيل في المحاضره الجايه. علاجه ندي انتي كواجولانت سبكوتينس لو مولكيولار ويت هيبرين، هذا العلاج. اوكي، اور اي في انفراكشنيتد هيبرين، بعدين نكمله على وارفرين ويستمر عليه لمده 3-6 اشهر. اوكي، لو هو عنده كونترا انديكيشن انه انا مش ينفع ما بينفع انا اعطيه انه الانتي كواجيليشن، نحط له فلتر انفيريور فينا كافا فلتر. هوسبيتالايز بيشنت، اي بيشنت عندي هوسبيتالايز وهيفضل نايم على السرير اسبوع ولا اكثر، انا اعطيه بروفيلاكسس عشان ما تصير عنده دي في تي. انا ليه استنى يصير عنده دي في تي واروح اعالجه؟ لا، من الاول انا اعمل له بروفيلاكسس اللي هي يا اقول له قوم اتحرك، حرك رجليك على وروح تمشى على قد ما تقدر، لا تضل ممدد. انتي ثرومبو امبوليك، ممكن الجواريب الطويله، وسبكوتينس لو موليكولار هيبرين او انفراكشنيتد هيبرين. اوكي، وبس هيك بنكون خلصنا الدي في تي. اتمنى انه الكل يكون فهم وحفظت الدي في تي. اوكي، شكرا شكرا.